حصلت المرتبه الاولى في المغرب المغاربه اذا كنحتل البطل ديالنا الطنجاوي نعمان السرغيني على هامش احتلال المرتبه الاولى في سباق الهوات اللي تكلمنا على الظروف الاولى اللي جرى فيها السباق اول نهائي ان ليك المره الثانيه وانت كتحصل يعني رتبه المقدمه الاولى دائما في السباق هذه المره هذا العام كيفاش كانت المشاركه ديالك؟ الحمد لله والشكر لله المشاركه الحمد لله كانت مزيانه احسن من العام اللي فات ودائما هذا الطموح نزيدوا القدام ان شاء الله دائما عندنا واحد الطموح نزيدوا في النيفو الحمد لله عزيز علينا هذا المسابقه هذه مزيانه بزاف لا بالنسبه للتنظيم ولا بالنسبه للمدينه صراحه كتعجبنا والشيء اللي كيجعلنا نزيدوا نطلعوا المستوى ديالنا والسباق في هذا المدينه نعم كيفاش الظروف اللي جرى فيها السباق كيفاش شو هذا العمل هذا؟ الظروف الحمد لله في السباحه واخا كان فيه الكره كان مزيان المنطقي مزيان بخير احسن من الاعوام اللي فاتت وبالنسبه للدراجه المدار كان مزيان بزاف شكرا للطاقم الامن الوطني اللي قام بمجهود جبار نعم على مستوى كذلك المنافسه كيفاش كانت المنافسه مع المنتخب مستوى المشاركه بالنسبه للمنافسه كانت صراحه مزيانه مع بلال احمد بلال اللي هو اسباني مدينه سبته فهو صديق ديالنا حميم خانه زعما صاحب رابو اللي جبته هو مزيان جينا مع بعضنا لا ولا دائما كتوعد الجمهور ديالك بالنتائج يعني المشاركات ديالك المقبله في عندك في البرنامج ديالك اسبانيا ان شاء الله خارج الوطن وانت داخل الوطن ان شاء الله ولا تهيئت الامور علاش لا شكرا سي نعمان السرغيني واللي كنتمنى لك بالمناسبه مزيد من التعلق والتوفيق في المطار